مشاهدي الكرام، السلام عليكم. أتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة إن شاء الله. قبل ما نبدأ الفيديو لازم نقول الحمد لله الذي رفع عنا هذا البلاء. الفيديو هذا صراحة درته باش نبين لكم بأن 10 في هذا الشهر كان آخر يوم في الدنمارك بالنسبة لكورونا. الحمد لله كان ودعوا كورونا وكتعود الحياة للطبيعة ديالها. كنتمنى من الله العالم كامل يكون على هذا الشاكلة. يعني الآن كل شيء أصبح عادي، الإنسان يمكن يمشي للمقهى، المسرح، المتحف، دور السينما، الملاعب الرياضية، يعني في أي مكان بدون كمامات ولا تباعد. كيف كتشوف هذا الفيديو، هذا حفل موسيقي غيب دخل واحد شوية، وعدد الوافدين يقرب من 50,000 وافد. صراحة الحمد لله الحياة عادت يعني عادية، وهذا كان اختبار من الله سبحانه وتعالى باش نراجع أنفسنا. وإن شاء الله كنتمنوا للبلد ديالنا العزيز المغرب حتى هو يخطو هذه الخطوة إن شاء الله قريبا وتعود المياه المجاري ديالها. الحمد لله 10 في هذا الشهر هذا اللي سبتمبر كان يعني آخر يوم اللي رفعت فيه جميع القيود، والحمد لله وكنشكروا على أي شيء. في المكان الداء لابد يكون الدواء. الله سبحانه وتعالى رحيم بالعباد ديالو، الإنسان ما يقنطش من الرحمة ديال الله، ودائما إن شاء الله الفراش. هذا الفيديو اللي عجبكم ما تنساوش ديروا لنا لايك ولي جيم كيف وعدتونا، وديك التعاليق ديالكم الجميلة. الله يوفقكم ويحفظكم.